صاحبين بين حابب جمال حبيبتي واختي وسافرة، مفيش مشكلة. وبعتذر النقابة برضه، احنا دخلناها في مشاكل. الموضوع أسوأ من كده. طب معلش يعني لو فيها غلاسة شوية، ممكن حد كده يلم لنا الموضوع في كلمتين؟ اشرحوا لنا. طيب حتى احنا مش عارفين، قولوا لنا كده كلمتين ايه الموضوع. من يومين كده صحيت على خناقة غريبة جدا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، لأن رحاب الجمل اتخانقت مع باسم سمرة ومشيت وسابت له بروفو عشان شافت ان هو مش في وعيه وشارب وبيلخبط في الكلام. خناقات وحوارات، والمخرج اتدخل والنقابة اتدخلت. طب ايه يا جماعة، هو في ايه؟ راحت فجأة منزلة بوست طويل جدا كتبت فيه: الممثل السكران لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لانه مستغلبك ومستضعفك، انت بقى تعتبر ان ده حق مكتسب؟ وبعديها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو، تعتبره ده حق مكتسب؟ لكن تدخل بقى امبارح بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتايم قدام الأغراب في مكان عام. دي ما تتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون، لأن ده قلة أدب وقلة مهنية. والمرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة. يكفي تفريغ الكاميرات. دي بتفتح في القديم والجديد، اصلها بتحكي على موقف كده قديم او موقف حصل قبل كده بين باسم سمرة ومحمد رمضان في فرح، لما باسم سمرة زق محمد رمضان بالكوع بس محمد رمضان عدها له اصله مش في وعيه، لكن لو ما كانش في وعيه كان الموضوع هيختلف خالص. طب بالراحة كده يا جماعة، هو ايه طيب اللي بيحصل؟ هي القصة اصلا ايه؟ الموضوع اسهل من كده وابسط من كده. مش عارفه اقول ايه للكلام اللي قاله باسم. طب معلش يعني لو فيها غلاسه شويه، ممكن حد كده يلم لنا الموضوع في كلمتين؟ اشرحوا لنا. طيب حتى احنا مش عارفين، قولوا لنا كده كلمتين ايه الموضوع. انا اسفه بقى، هقول كل التفاصيل. يعني يا ريت بقى، عشان محتاجين كده نعرف شويه تفاصيل. كان عندنا بروفا، دخلنا القاعه اللي مأجراها الاستاذه فاطمه المنتجه، كان قاعد سلطان الممثل جنب الأستاذ مصطفى يوري المنتج الفني، وأنا قاعدة ودخل الأستاذ باسم وكلنا قاعدين، راح غاني علبة سجاير. هو قال لسلطان خد لف ده، كلنا فزعنا واتكلم الأستاذ قال له لا ما ينفعش، تقول له إيه ده إيه ده، إحنا في أوتيل يلف إيه؟ اللي حصل إن هي الشخص أو الفنانة أو اللي قالت الكلام دوت هي عندها سفر يوم 14 وانا عايز ادخل قبل يوم 14 عشان داخل مسلسل هايل. فبحاول بقول لها استني شويه، يعني يومين ثلاثه كملي معايا المشاهد قبل ما اسافر عشان نخلص سفري، عشان احنا ما فتحناش الفيلم قبل الموسم. ها هيبقى كارثه يعني بالنسبه للراكورات واللي عايز يربي شنب، بيبقى في حكايه كده ليها دعوه بالراكورات. فقالت خلاص انا بعتذر، قلت لها طب تمام خلاص هنجيب واحده تانية، انا عندي مسلسل بقى انا ما اعرفش مين فيه الابطال غير الابطال الاساسيين يعني. وكانت هي موجوده وطلبت فلوس زياده فاختلفوا على الانتاج فمشوها، فالبنت افتكرت مشيتها من الفيلم والمسلسل. انا اعرف اخد حقي بدراعي واللي يغلط فيا هظبطه يعني. الاثنين في هذه اللحظه ممنوعين من مزاوله المهنه. صح كده، كل واحد بقى يعرف اوله من اخره، وبرده مش اي حد يعني عايز يطلع تراندي يقوم عامل خناقه ويفضحنا على السوشيال ميديا. مش كل شويه كده، مش كل خناقه نقعد نتكلم عليها السوشيال ميديا، لا سيبوا بقى السوشيال ميديا في حالها وحلوا مشاكلكم بقى بينكم من بعض بعيد عن الايه الميديا. في حد هيطلع قصته حقيقيه وحد تاني قصته غير حقيقيه. مهما كان يا استاذ عمرو ما ينفعش تبقى كده. استاذ اشرف قالها القصة منتهية، مش عايز رغي كتير ونقفل بقى على الموضوع، لا يحط النقط على الحروف، ده الكلام، هو ده الكلام. بيعجبني دايما اللي دايما ثابت على موقفه، انتوا مش هتصوروني؟ مش هطلع في الكاميرا؟ طب خلاص اتكلوا على الله. الله العظيم. صاحبين بين حابب جمال حبيبتي واختي وسافرة، مفيش مشكلة. وبعتذر النقابة برضه، احنا دخلناها في مشاكل. ما تنسوش تعملوا للفيديو ده شير وتعملوا كمان للشانل سبسكرايب لو لسه ما عملتوش.